يقع مسجد الحارة في غرب حي الحوش وجنوب حي العقدة، ذكر والد حمد محمد العسكر ابن المؤلف عبد الله أنه كان يحد الحي العقدة من الجنوب مقصورة برج مراقبة تقابل الركن الشمالي الشرقي من المسجد، وهذه المقصورة ضمن سور العقدة القديمة الذي يحيط بالحي قبل نشأة المنازل الواقعة جنوب الحي، وهي التابعة للحوش الذي فيه مسجد الحارة، ويبدو أنها تعود إلى القرن الثاني عشر للهجرة. المسجد مبني على مساحة مستطيلة من الأرض يحدها من الشمال طريق نافذ، ومن الغرب منزل كان يملكه في الماضي إبراهيم عثمان الثميري وأحفاده، ومن الشرق طريق يربط حي العقدة بحي الحوش ويمتد من الشمال إلى الجنوب، وفي الجهة الجنوبية للمسجد تقع البئر، ومسقاة المسجد مكان الوضوء مطلة على حائط النخل. تاريخ عمران المسجد يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر من الهجرة، والذي بناه هو عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن عبد الله الثميري أحد عيان المجمعة المتوفى سنة 1195 هجري رحمه الله. وعثمان المذكور جد والد الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثميري الذي تولى القضاء في ستير، وتوفى عام 1277 هجري رحمه الله، حيث أنه عبد الرحمن بن حمد بن إبراهيم بن عثمان وإسرة الثميري من قبيلة زعب العريقة. قدم جدهم الأول إلى المجمع في بداية عمرانها كما هو معروف ومشهور، وقد مر المسجد بعدة أعمال ترميم وتجديد منذ عمرانه، وآخرها كان في عام 1356 هجري، حيث أرخ ذلك في جداره الشمالي. وفي أسفل المسجد خلوة يصلى بها في الشتاء، وكان سطح المسجد يصلى فيه أيام الربيع وليالي الصيف. أشهر الأئمة بمسجد الحارة. تولى الكثير من علماء المجمعة الإمامة، ومن أشهرهم الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم توفى عام 1175، الشيخ عبد الرحمن حمد الثميري توفى عام 1277، الشيخ إبراهيم بن عقيل بن عبد الله بن سليمان العسكر كان إمام سنة 1268 هجري كما جاء في وثيقة تأجير سبل المسجد، وهي وثيقة أملاها بإثباته الشيخ عثمان بن عبد الله بن ناجم أحد الذين تولوا القضاء بالمجمعة ونص الوثيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم من نظر ذلك من علماء المسلمين بأن إبراهيم بن عقيل العسكر حال كونه إمام مسجد الحارة، وصالح بن عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عبد الرحمن بن جبير، وحمد بن يحيى حال كونهم جيران المسجد ومن جماعته، أجروا سليمان بن راشد بن شايق أرض السبل إلى علي إمام المسجد، وهي جنوب دار عبد الرحمن الثميري، وقبلها سوق سداح، مدة معلومة قدرها 200 سنة، كل سنة تمضي يسلم سليمان نصف ريال لإمام المسجد كائن من كان. وسليمان حالة العقد سلم لإبراهيم بن عقيل العسكر ريال إجرة سنتين من المدة، وأقر إبراهيم بالقبض مبتدئ المدة المذكورة شهر المحرم رجب سنة 1268
من الهجرة. شهد على ذلك جماعة من المسلمين، منهم إبراهيم عبد الله بن مسند وعبد الله بن حمود المزيني، قال ذلك وأملاه، وشهد به عثمان بن عبد الله بن ناجم. الشيخ عقيل بن إبراهيم بن عقيل العسكر رحمه الله تولى إمامة المسجد بعد أبيه حتى توفى في العقد الرابع من القرن الثاني عشر من الهجرة رحمه الله. الشيخ حمد بن ناصر العسكر حيث خلف خاله الشيخ عقيل في إمامة المسجد بعد وفاته رحمه الله. الشيخ ناصر بن محمد المزيني تولى إمامة المسجد بعد وفاة الشيخ حمد بن ناصر العسكر. الإمام محمد ناصر المزيني، الإمام عبد الله الشبرمي من أهل القصيم، الإمام عبد الرحمن بن محمد بن عقيل، الإمام عبد الله أحمد الحزيمي وهو آخر تولى الإمامة في المسجد. المؤذنين في مسجد الحارة: ناصر محمد المزيني كان مؤذنا في زمن الشيخ عقيل إبراهيم العسكر والشيخ حمد ناصر العسكر، ثم صار مؤذنا وإماما بعد وفاة الأخير. محمد ناصر المزيني، محمد ابن رشيد، عبد الكريم ابن حمد العطية، عبد العزيز الوليعي، عبد الرحمن بن سعد الحقيل، إبراهيم ابن يحيى، عبد الله ابن أحمد الحزيمي.